اسرائيل ونقولوا اسرائيل مع فلسطين راه تعودينا سوريا ولا شي حاجه، ورا هذا المغرب في القرطاج ورا عباد الله دوروا ليسانس عند الدار كامله وخطة جهنمية ما تحيا حتى واحد، وعباد الله كتسناو في الباب اللي خرج كيعطيوه واللي خرج بالسيوف كيعطيوه، ورا كثر دابا تبداش تسعد الواحد مزالي، وعلى جوج رجال يا عباد الله، وعلى جوج رجال وهم خوتي وهم وعلى من السبب راه وعلى قطعة الأرض، وعلى قطعة الأرض قطعة الأرض وصلت المواصل في هذا الشيء، وأكثر من 15 شكاية. أنا عاود لكم الحقيقة، راه الناس كاملين ما عارفينش، وكنشوفوا الفيديوهات ما فاهمينش علاش، وراه حنا على قطعة الأرض، وراه هاد الناس هادو داروا خطة جهنمية. راه هاد الشيء اللي وقع، النزاع هذا راه بسبب غير واحد قطعة الأرض. هاد الناس راه تجمعوا على خوتي في الجوج ديال الليل، دوروا على الدار كامل ليسانس، الدار فيها العيالات وفيها الأولاد الصغار، الكبير راه عنده 5 سنين، منين دوروا ليسانس على الدار وتشالات العافية، ومنين تخنقوا بالدخاخن. وخويا هذا اللي هذا كيغوت، جا خويا الاخر يعتقو، هما شنو داروا؟ دوروا على الدار كامله، هذا العصابه داروا كامل على الدار، كل واحد راه قام بالمهمه ديالو، هذا الشيء هذا راه داروا واحد التخطيط وكل شيء، منين داروا التخطيط؟ هجموا على الدار، اللي خرج من الباب كيعطوه بالسيف، اللي خرج، وهاد خويا اللي كان هاد الضحيه هذا اللي كانوا كيضربوا كان كيخبي، تخيلوا كيخبي ولده ما بين رجليه باش ما يتقاش، باش ما يتقاش، ومن بعد شنو داروا؟ اللي خرج كيضربوه بالسيف، يا عيالات يا كل شيء، تخيلوا منين خرج خويا هذا اللي قتلوه مات راه تيشوفوا الجثه ديالو، وراه ما تقدوش تشوفوها يا عباد الله، راه ما تقدوش تشوفوها، راه ما خلاولوش الوجه، وهاد لاماشوار هادي وراه قطعوها له، وراه عاد شتي راه الكلاب عاد لقاوها جابوها، عاد جابوها، ولقاو السيوف، ولقاو البورطاج بهذيك قوة الخلعة منين هربوا ولا ماش، أنا كما كنظنش حنا راه حنا في المغرب، ولقاو ثلاثة القرطاسات، واش عباد الله حنا؟ وحنا في المغرب وعندنا القرطاس، واش عباد الله حنا في المغرب؟ وعندنا القرطاس، ما حنا في اسرائيل، ما حنا في سوريا، ما عندنا حرب نقولوا، راه هذا الشيء هذا اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. الوالده راه توفى وجوج، تخيلوا وصلت بهم الواقعه، حتى صاحب خويا، حتى صاحب خويا واحد في الخاطر، خويا مات نسج الجثه ديالو راه شوهوها، راه ما خلاو فيها حتى حاجه، الاخر حتى هو راه الا بغيت نوريكم التصاور ديالو، ما خلاولوش في راسو في صحته في ذاته، وراه ما فيه حتى حاجه صحيحه، راه لحمو كله مغرز، لحموه، حتى صاحب خويا ضربوه في 12 ديال النهار باش يجيو عند هاد خوتي في الجوج ديال الليل، ضربوه في الطونوبيل باش يغلبوه هرسوه، ومن بعد قطعوا له العصبات، والبارح في الليل هرما في واحد الكاريان عندنا، داروه في الكفر ورماه في واحد الكاريان عندنا، من بعد كصحابهم راه مات، كيتفقوا فوق راسهم، واحد كيقول له نجبدوا له اللسان ونقطعوه له، الاخر كيقول له صافي راه مات بعد ما ديروا به، بقاو لنا جوج على خوتي رشيد وحامد، من بعد عاد كتشوفوها ولاد الدوار عاوتاني وحدين اخرين، منين مشاو لا لا هذا هما داروا قاموا بالمهمه ديالهم، وحتى صاحب خوتي مسكين حتى هو البارح في الليل راه مات توفى، راه دابا في السبيطار عاد كيخرجوا عائلتهم، علاش هذا الشيء هذا كامل؟ قطعة الأرض حنا متبعين المسطرة، هذا هما كيسمعوا ديما الخبر بأن التنفيذ كيسمعوا بأن راه كيعرفوا حنا دابا الغريب في الأمر كيعرفوا فوقاش التنفيذ وكيديروا هجموا المرة الأولى الثانية الثالثة بالسيوف ديما، كان كيجي الأمن كنعيطوا لهم كيبقاو مقصرين على السنياد آتاي الامن من الدرك الملكي من 70 منطقه بوفكران من الجاط كيبقاو حتى لهم السنياد اتاي، واش عباد الله هادو جايين يديروا خدمتهم ولا جايين يشربوا اتاي؟ انا كنتحمل مسؤوليتي، انا قدام المغاربه كاملين. هاد العصابه شحال فيها من واحد؟ هاد العصابه هادي لحد الان راه واصلين ل 14 لواحد ومازال شي كيجبد شي، علاش هاد الشيء تعتقل؟ دابا تعتقلوا تسعود وحتى البنات معاهم، حتى جايبين حتى صحاباتهم بنتين ولا واحد العشرين. دابا وصلنا لجوج ميتين، الوالده مضروبه خويا مسكين حتى هو راه ما فيه ما يتشاف، راه نوريكم التصاور. الرساله اللي غتبلغي الرساله كنبلغها لسيدنا، كنشوف واش سيدنا شوفنا حالتنا، وراه الشعب مكسيدنا، وراه الشفا ولاو بحال اللعب، وغير اللي هز شي سيف كيقتل به، وراه الشفا ولاو بحال داك اللعاب اللي كنا حنا كنجرو شحال هادي في الدراري الصغار. شكرا. عفاك كنطلبوا من سيدنا يراعينا.